انه كان بعض الكلام على سوء الاختيار في بعض الاشياء، على عدم اختيار فيلم مغربي، ولكن هذا ما يمكن يجاوب عليه الا المركز السينمائي المغربي وكذلك المدير الفني لهذه الدوره، واللي كنتمنوا انه يكون مقبول من قبل الاخرين يعني. واكيد في ظل التقارب السياسي المغربي الروسي فشيء جميل انه السينما تتماشى مع هذا الوضع، فكنتمنوا ان نعرفوا روسيا من خلال السينما ديالها والمجتمع الروسي من خلال السينما ديالو. ميلوديا المورفين اللي تعرض مؤخرا في مهرجان طنجة وخدا جائزة العمل الأول وكذلك جائزة المونتاج وتنويع الأندية السينمائية، واللي مخرج بدا الآن يعني المسيرة ديالو حديثا يعني بهذا العمل أول عمل له، فشيء جميل أن يلعب أحد الأدوار البطولية ديالو اللي هو هشام أمان. هي ما تنساوش تلايكيو لاباج ديالنا في الفيسبوك وتابوناو عندنا في لاشين يوتيوب. ميرسي.